العلم بهابت وطنا واللي يصدنا يشوف راضي وغصبا على اللي يضد منهج القرآن باقي الما تشيل الغيرة لجلة مو شريف ومو عراقي والما تشيل غيرته شلت حياته ودنيته عدتن يخلص وقفته وما حسب يوم التلاقي اطلع احجي ولا تظل بحيره مو عراقي اللي ما تشيل اطلع احجي ولا تظل بحيره السويد ارسل رسالة وانتظر رد السفارة مسلمي وقرآن غالي وكون ارجع لاعتباره صاحب الرأي السياسي وين ارد اسمع قراره وين شعب لازم يتفق باب السفارة يرمق اللي يحرق علمنا يمشي يقوم يندفن وياه